السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع باكو فرونسي المستوى السادس ابتدائي الصفحة 23 لاباج 23، دونك مع ليكسيك ليتيليزاسيون ديال ديكسيونير، كيفاش نستعملو ديكسيونير. جو سيرفي جو ديكوفر، دونك هذا هو ديكسيونير، كنقلبو فيه على الكلمات ونشرحوها. 12 باج تيل اكستري، دونك منين تخادت هاد الباج الي اكستريت، منين تخادت هاد الباج دونك الي تيكستريت دان ديكسيونير، دونك الي تكستريت يعني تخادت دان ديكسيونير. كلي لو مو كي بلاسي اون هو دو سيت باج، يا كوا سير تيل، دونك شنو هو لو مو لي دار اون هو دو سيت باج، في الاعلى ديال هاد لا باج هادي، لو مو سيفيل. À quoi sert-il ? Fais ce qui fait. Donc, il sert à indiquer le premier mot de cette page. Qui est la première mot qui est dans la page. Ce qui est la première mot qui est dans la page. Donc, il sert à indiquer le premier mot de la page, le premier mot de cette page. Voilà la page. Donc, par quelles lettres les mots expliqués commencent-ils? Les mots expliqués, les charpents, les charpents, les notes dictionnaires. Hein? Ben je vais dire c. Donc, quoi je vais dire c. Donc, les mots expliqués commencent par la lettre c. Donc, ils commencent par la lettre C. Dans quel ordre les mots de cet extrait sont-ils rangés? Donc, fashman tartib tratbou had lhourouf l'alphabétique, yani ordre alphabétique, dans un ordre alphabétique qui tratbou neuf wahad tartib diel lhourouf. يعني كيمشيو بالسي سي سي، كيتبعوها مثلا سي ا سي ا، كيدوزو للسي بي سي اي، وهكذا. دونك نقولو إل سون رونجي، ترتبو باغ أوردر ألفا بيتيك. يعني بالترتيب ديال الحروف. دو كوا لو مو سيفيليزاسيون ايتيل سويفي، دونك نشوفو سيفيليزاسيون هو هذا. باش اشنو تبعناه هنا، واش قصدو دابا بهذا ولا بلو مو تاني؟ دونك ان نون فيمينا، دونك هنا نديرو سويفي. يعني قال لي دو كوا لو مو سيفيليزاسيون ايتيل سويفي، هاد سيفيليزاسيون تبعت ال ان اف يعني لا ناتور ديالو. دونك الي سويفي بار ان اف، سيتادير سا ناتور اي نو féminin. يعني تبعت بان اف يعني لا ناتور ديالو نون féminin. très bien je manipule et je réfléchis. donc écris les trois mots expliqués qui sont placés après le mot civilisation dans cet extrait du dictionnaire. écris les trois mots expliqués نكتبو الكلمات الثلاثة اللي تشرحو qui sont placés après le mot civilisation، يعني الكلمات الثلاثة اللي تشرحو من بعد civilisation. دونك لي مو هما هادو ملي من بعد سيفيليزاسيون، كاين سيفيليزي، هايا سيفيليزي، من بعد جات سيفيك، ومن بعد جات سيفيزم. دونك هادو هما لو مو لي جاو من بعد سيفيليزاسيون. دونك لي مو سون
دونك كما قلنا سيفيليزي سيفيك سيفيزم. هنا جوج كومونسيمون سونتيل كلاسي دونك باغ اوردر الفابيتي، كيفاش تكلاساو كيفاش ترتبو عبر الحروف عن طريق الحروف. دونك نقولو ils sont classés par ordre alphabétique بالترتيب ديال الحروف. ثلاثة pourquoi le mot civilement est-il placé avant le mot civilisation؟ على civilement جا avant قبل من civilisation، لحقاش هنا V-I-L هنا I وهنا E donc parce que E avant I حيت C بحال C I بحال I V بحال V I بحال I غنوصلو حتى ل I هنايا وهنا E I E E هي اللي سبقها donc parce que la lettre E est placée avant la lettre I donc parce que la lettre E est placée avant la lettre I, avant I dans l'ordre alphabétique. الترتيب ديال الحروف أه جات قبل إي. ربعة أون تي دون دو ليكستري دي ديكسيونير إكخي دوفون شاك مو لابغيفياسيون كي لوي كوريسبون دونك بمساعدة الديكسيونير ديالكم اللي عندكم غنكتبو قدام كل كلمة لابغيفياسيون يعني الحروف اللي كترمز ليها بحال سيفيليزي دونك لا شفنا سيفيليزي دونك هنا بحال دابا سيفيليزي لقينا قدام في فير بحال سيفيلمون 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 هايا قدامها ا دي في ا فير سيفيليزاسيون دونك قدامها نون فيمينان سيفيك قدامها ا دي جي ادجيكتيف هادشي اللي كاين très bien comme ça qu'indique si abréviation donc est-ce que tu as ni had l'abréviation est-ce que qui a ni hado les حروف هادو donc il nous lina طبيعه ديال لي مو donc had les lettres هادو il indique la nature du ديمو الطبيعه ديال الكلمات. تري بيان دونك انا جو روتيان هادشي اللي قلنا كامل في واحد ديكسيونير لي مو سون كلاسي باغ الفابيتيك يعني الكلمات كيكونوا كلاسيين بالحسب الحروف لو مو غوبير بلاسي اون تي دو لا باج دونك الكلمه اللي كنلقاو في الصفحه الاولى هذيك هي اول كلمه باش غيبداو والصفحه اللي حداها الكلمه اللي كنلقاو في الفوق ديالها هذيك الكلمه اللي غتكون في اخر الصفحه يعني اللي غتكون هنا اخر كلمه غتكون كيديروها في الصفحه الثانيه في الفوق باش تعرفوا الكلمه البديه والكلمه النهائيه. من طبيعه الحال كنديروا ديكسيونير باش نعرفوا الاورتوغراف ديالهم باش نعرفوا كيفاش كيتكتب نعرفوا الطبيعه ديالو واش فيرب ولا نون ولا ادجيكتيف باش نعرفوا المعاني ديالو اش كيعني في ديكسيونير لي فيرب سون اكري ان انفينيتيف دونك في ديكسيونير لي فيرب غتلقاهم ديما في الانفينيتيف لي نون او سينغولي لي نون كيكونوا في المفرد لي ادجيكتيف كاليفيكاتيف او ماسكولين سينغولي ديما تيكون لي ادجيكتيف غتلقاوهم في ماسكولين سينغولي شاك مو اي سويفي دو سان ناتور كل كلمه كتبع الطبيعه ديالها واش كن واش فيمينا واش فيرب واش ادجيكتيف او لو جونغ واش فيمينا ولا ماسكولين ديفينيسيون الشرح ديالها او اونسيونمون معلومات زائده كومبليمونتير سينونيم بحال المرادف ضد لي زابريفياسيون انديك لا ناتور دي مو دونك دوك الحروف الاختصار بحال هادو
هادو كيوريوني الطبيعه ديال لومو بحال الفيرب في نون ماسكولين ان ام ادجكتيف ادي جي الى اخره. تري بيان، هنا كملنا صفحه 23 من باركو فرونسي المستوى السادس ابتدائي مع ليكسيك. شكرا، الى اللقاء.